أحب لاعب نادي المريخ محمد عبد الرحمن في فقرة خارج المستطيل. لو لم تكن لاعب كرة قدم ماذا كنت تتمنى أن تكون؟ لو لم أكن لاعب كرة يعني كنت حكون رجل عمل. ما هي هواياتك؟ ما عندي هواية معينة لكن أحب الموسيقى. أحلامك وطموحاتك خارج نطاق الرياضة؟ ما عندي أحلام كبيرة غير أنه يعني أسس أسرة. أول حافز تسجيل ماذا فعلت به؟ ما كان راتب يعني بتذكر كان حافز بتاع تسجيل سجلت فريق درجة أولى بتذكر كان الحافز عبارة عن 1000 جنيه سوداني يعني والمدير بتاع الفريق أدى الوالد 900 جنيه وأخذت أنا 100 جنيه يعني شلتها وكنت مبسوط شديد. أين تقضي وقتك الخاص؟ في الحي مع الأصدقاء والعائلة. ما هي أول سيارة اشتريتها؟ سيارة كوريلا 2008. ما هو أول تيشيرت اشتريته؟ كان 2002 كأس العالم بعد ما تشي إنجلترا والأرجنتين تذكرت أن يوم مشيت السوق حتى تيشيرت لمنتخب إنجلترا كان من غير رقم مشيت لترزي عملت رقم 7. أول بلد زرتها وبلد تتمنى زيارتها؟ أول بلد يعني القاهرة بلد أتمنى زيارتها أمريكا. بعد اعتزالك كرة القدم هل لديك مشروع معين لتأمين مستقبلك؟ لحد الآن ما أفكر في مشروع بعد كرة القدم لأن الساحة اليوم كنت تفكيري كله في كرة القدم. مواقف صعبة؟ موقف صعب مرة يعني انتقالي من الهلال للمريخ يعني كان اتخذت قرار كان صعب يعني.